السلام عليكم. مباشرة من جامعة المزار كندر، اختيار ملكة جمال التفاح لهذه السنة لكي تنظمها جامعة المزار كندر، وهو هذا المهرجان اللي كيستمر ثلاث أيام، كان أمس البارحة واليوم وغدا، كتعرف تتخلله أنشطة اقتصادية ترفيهية اجتماعية. والمهم وهو السمبول ديالو او العنوان ديالو هو اختيار ملكة جمال ديال التفاح، واللي تم اختيارها من مدينة إيموزار كندر. جوال هذه ملكة جمال التفاح، الوصفة الأولى والثانية.